باغي يحاول المرور طيبه في اتجاه وادي الحاج فرج. وادي الحاج فرج يبحث عن المسانده، يرجع سيد البخاري. شاكر زويغي يحاول المرور طيبه في اتجاه وادي الحاج فرج. وادي الحاج فرج يبحث عن المسانده، يرجع سيد البخاري. والمدافع يتمكن في الاخير من اخراج الكره، ترجع الكره داخل منطقه 18 متر. وديع بالحاج فرج الى مصعب سيسي، مصعب سيسي وقبل ذلك تم بالخوجه ويامر بوضع الكره في مكانها، مكان المخالفه. مجعل الكره لزياد الهمامي يحاول المراوغه يسقط والحكم يامر مزات اللعب. ترجع الكره باش يساوي بالمادي من ديفالا، والتدخل من الدفاع. ترجع من جديد الى وديع بالحاج فرج الى اي كيبسي، بدل كليا الى نزار العامري. نزار العامري ومعاه موجود وديع بالحاج فرج في التغطيه الدفاعيه. وقبل ذلك تم مخالفه لوديع بالحاج فرج في المحاوله الاخيره. اذا ضربت مخالفه للنجم الرياضي الساحلي. ياسين خويا الوضعيه الثانيه على التوالي، معني اثر رمي التماس للنجم الساحلي. لعب قصيره مع مصعب ساسي الى وديع بالحاج فرج. وديع بالحاج فرج يحافظ على الكره، يرجع من جديد للمستقبل الذي بالمارسة. ترجع من جديد الى وليد يكن، وموجود وليد يكن من جديد. فندم بسرعه في اتجاه طامبو فيو الى وديع بالحاج فرج. وديع بالحاج فرج من الوجوه الشابه في تشكيله النجم، يلعب المخالفه بسرعه مع وديع بالحاج فرج. وديع بالحاج فرج من الوجوه الشابه في تشكيله النجم، يلعب الكره من جديد الى طامبو فيو او محمد ساكو الى وديع بالحاج فرج. نور ايمن عبد النور، ايمن عبد النور الى وديع بالحاج فرج. وديع بالحاج فرج مر الى طامبو فيو، عملية واحد اثنين ما تنجحش. والتدخل مصعب ساسي الى وديع بالحاج فرج في وسط الميدان. وديع بالحاج فرج والمتابعه من زياد الهم الى ايمن عبد النور الى وديع بالحاج فرج في الرواق الايسر الى مصعب ساسي. فات ونفذ بسرعه اتجاه احمد بن يحيى. ترجع من جديد ضربه مخالفه هذه المره للنجم الرياضي الساحلي. وديع بالحاج فرج يسقط في المحاوله الاخيره ويربح ضربة مخالفة. يترك الكرة رضوان الفلة ومعها سليم الجديد، والمتابعة من الدفاع المستقبل. وديع بالحاج فرج يتقدم الى المصعب ساسي. النجم الذي ساح لخروج المهدي بن ديفالا ودخول احمد ميدا. اذا ترجع الكرة للنجم الذي ساح لوديع بالحاج فرج، يعمل المراوغة نيكاو برا طابو فيو داخل المنطقة. طابو فيو صوب الحارس ممتاز. ضغط من نجم ورا الى وسط الميدان مره اخرى. وديع بالحاج فرج ياخذ كره بالصدر طويل، ثم التحضير لهيب المساكني. تعود الكره للنجم وديع بالحاج فرج. حرس النوالي في تصدي اول ممتاز. كره سريعه لعبت من جهه اليسرى عجمي الخمير. محمد ساكو يشغل الجهه اليمنى لدفاع النجم. وديع بالحاج فرج وربي كورته ضايعه. ترجع مره اخرى لصالح النجم. او طنيت وديع حاج فرج. او طنيت وديع حاج فرج ارضي امكانيه التسديد ثم تقطع. وديع من النجم الرياضي الساحلي بالحاج فرج. الفالحي محمد جديد يضيع كورته، يرجع وديع حاج فرج ممتاز يفتك الكره يعيدها محمد علي نفخ. وديع بالحاج فرج خلق التفوق العددي في المناطق الخلفيه للنجم. وكل زملاء التقنيين لانه يعني كنت حكيت على مدرب النجم. نتابع العمليه الساعه يقوم البلعابي. فما لاعب وديع بالحاج من النجم الرياضي الساحلي كذلك، زوج لاعبين من النجم. سليم الجديد داخل المنطقة، البحث على العمق الهجومي بالنسبة للنجم. وديع بالحاج واستيفا طونيات ترجع الوجه الصغير، ثم وديع بالحاج اسمه طويل في الحقيقة وليد بالحاج فرج. والهدف وديع بالحاج يفتك الكرة للهدف.
وديع بالحاج ينظر لقطة أمامكم. وديع بالحاج فرج في اتجاه رقم 29 في تاريخ لقاءات الفريقين اللي يوصل عددها 103. أول مباراة جمعت الناديين العريقين.